الحزمة الخامسة للزومبيز بكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 صارت شبه مؤكدة. بهالفيديو راح نتكلم عن تفاصيل الحزمة الخامسة، شو المبات الموجودة، شو الاطوار اللي راح ترجع، وهل فعلا راح تكون ببلاك اوبس 4 ولا بلاك اوبس 3 ولا ممكن بلاك اوبس 5. فتابع الفيديو لتعرف اكثر. قبل لا ابدا هالفيديو بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه ايسر بريديتر. ايسر بريديتر من اقوى الاسماء بعالم الجيمينج من ناحيه صناعه لابتوبات الجيمينج، مثل اللابتوب اللي شايفينه قدامكم حاليا اللي هو ايسر بريديتر هيليوس 300 بكرت شاشه انفيديا جي تي اكس 1660 تي اي. راح اتكلم عن اللابتوب بتفاصيل اكثر بنهايه الفيديو. طب شباب، بهالفيديو راح نقسم التسريبات الى 3 اقسام. اول شيء القسم الشبه مؤكد، الاشياء الرسميه اللي تدلنا على الحزمه الخامسه. ثاني قسم تسريبات يعني شبه مؤكده او يعني نقدر نصدقها نوعا ما عن الحزمه الخامسه. وثالث قسم تسريبات يعني بس خلينا نسميها تسريبات، ما في تاكيد عليها وفيها كلام كتير بس راح نقولها ونناقشها مع بعض. طيب خلينا نبدا اول شيء بالاشياء المؤكده. جيسون بلاندل مخرج الزومبي نفسه كان طالع ببث مباشر لتريار، البث المباشر اللي كان عم يتكلموا فيه عن ماب انشنت ايفل اللي هو الحزمه الثانيه لبلاك اوبس 4، وقال انه انشنت ايفل هو اخر ماب زومبي لقصه الفوضى هذا السيزون ببلاك اوبس 4. فيعني لمح انه هذا السيزون الاول لبلاك اوبس 4 بالنسبه للزومبي، وفي سيزون قادم لبلاك اوبس 4 وراح يكون في مابات كمان للزومبي. فهالجمله لحالها تاكد لنا تقريبا 90% انه في حزمه خامسه للزومبي. الشيء الثاني اللي اكد انه في حزمه خامسه، لو بتفوتوا حاليا على بلاك اوبس 4 وتفوتوا عن قسم الحزمات راح تشوفوا انه في 4 حزمات وفي مكان فاضي لحزمه خامسه. فيعني ليش ما عدلوا، عملوا اكثر من ابديت للعبه؟ لو ما كان في حزمه خامسه كانوا عملوا ابديت وضبطوا الشكل، ما خلوا انه في مربع فاضي. فهي شيء ثاني اكد انه في حزمه خامسه. والشيء الثالث والاخير اللي اكد انه في حزمه خامسه هو انه الحزمه الخامسه ببلاك اوبس 3 لما نزلت ضربت السوق. الحزمه الخامسه تبع بلاك اوبس 3 اللي هي حزمه زومبي كرونيكلز كانت اكثر حزمه باعت في السنه اللي نزلت فيها 2017، والحزمه نزلت نص السنه شهر 5 مو بدايه السنه. وهذيك السنه كان في حزمات ضخمه للعبه نفس ديستني وغيرها، بس لا، زومبي كرونيكلز اكثر شيء باعت. واظن حزمه زومبي كرونيكل او الحزمه الخامسه لبلاك اوبس 3 تعتبر من اكثر 10 حزمات باعت في تاريخ بلاي ستيشن. طيب خلينا نتكلم عن التسريبات الشبه مؤكده اللي بتدلنا انه في حزمه خامسه. خلصنا من الاشياء المؤكده، هلا نفوت بالاشياء يلي ممكن اكيده ممكن لا. اول شيء عندنا الفويس اكتر او مؤديه الصوت لشخصيه ميستي النسخه الاسبانيه، يعني مو ميستي الاصليه اللي نسمعها بالانجليزي، لا، مؤديه صوت ميستي النسخه الاسبانيه. اللي ما يدري، اللعبه يتم دبلجتها لاكثر من لغه، منها الاسبانيه، البرتغاليه، الفرنسيه وغيرها. مؤديه صوت ميستي النسخه الاسبانيه قاعده تجيب العيد شوي. الناس على تويتر عم يسالوها انه هل في حزمه خامسه او لا، فعم ترد انها ما تدري وتحط الايموجي القرد اللي مسكر عينه، يعني نوعا ما تعرف بس ساكته. بعدين واحد سالها على الخاص على الانستغرام، ما قالت لا، سالها في حزمه خامسه، ما قالت لا او ما ادري، قالت نستنى ونشوف. فيعني واضح انه تعرف انه في حزمه خامسه بس ما قاعده تعطي اجوبه مؤكده عشان لا يصير لها مشكله، فيعني عم تلمح بايموجي معين او شيء من الكلام. وغير هيك قاعده تسوي لايك لاي تعليق على حسابها على الانستغرام يتكلم عن الحزمه الخامسه. اكثر من واحد حط لها تعليق انه هل في حزمه خامسه او لا، وقاعده تعطيه لايك على الكومنت. وتذكروا انه الحزمه الخامسه ببلاك اوف 3 تسربت من مؤدين الاصوات من الدول الثانيه. كان مؤدي صوت ركتوفن النسخه المكسيكيه على ما اظن او الاسبانيه نفسها، كان هو قاعد يسرب ويقول انه قاعد يشتغل على اصوات لركتوفن جديده، والاصوات هاي قاعد يتكلم عن شيء بالقمر وشيء له علاقه بقرود فضائيه وشيء له علاقه بغابه. فهالكلام كله طلع صح. اول شيء قال انه قاعد يتكلم عن اشياء بالقمر، وشفنا ماب مون عملوا له ريماستر ببلاك اوف 3. بعدين تكلم انه حكى شويه اصوات عن قرود فضائيه اللي هي كنا نعرفها موجوده بماب اسنشن، واخر شيء عن غابه واللي هي ماب شانغريلا. فانا لو بتتذكروا ب 2017 قاعد اعمل فيديوهات اتكلم عن هذا الشخص وطلع كلامه صح، وشفنا حزمه خامسه وشفنا مون واسنشن وشانغريلا وغيرهم من المابات. فيعني شكله عم ينعاد معنا الزمان، عم ينعاد معنا نفس الشيء. حاليا تسريبات الحزمه الخامسه عم تطلع من فويس اكتر كمان، بس هالمره مو ركتوفن ميستي، لانه الحزمه الخامسه ترانزيت بيريد ودايرايس شخصيات اللي فيهم هم شخصيات فيكتس مو التيمس او بريمس. غير هيك التسريب الثاني من الاشياء اللي نوعا ما مؤكده، صار ايفنت تقريبا بشهر 3 السنه الماضيه او شهر 4 اللي هو قبل نزول ماب انشنت ايفل باستوديو اتريارد. جابوا فيه بعض اليوتيوب
اليوتيوبر ليجربوا الماب قبل نزوله. فبعض اليوتيوبر اكثر من واحد اللي راحوا هناك وحضروا قالوا انه شافوا لوح بيكتبوا عليه الشركة الاشياء اللي بدهم يعملوها او شيء من الكلام. وعلى هذا اللوح كانوا كاتبين بعض تحديات الجونتلت لماب تاك دير انتوتن، كاتبين جونتلت كور ذا ديد، لسه ما كانوا مسمينه تاك دير انتوتن. وهذا الكلام قبل لا نعرف اي شيء عن تاك دير انتوتن او حتى الفا اوميجا، كان بس اللي نعرفه انه في ماب قادم باسم انشنت ايفل. فهذا الشيء بدل انه الشركة مخلصة شغل على ماب تاك دير انتوتن والفا اوميجا من زمان كتير، وحتى يعني بشهر 3 عم بيسوي تحديات الجونتلت لماب تاك دير انتوتن. فيعني اللي يقول انه الشركة ما رح يلحقوا يعملوا الحزمة الخامسة وشي من الكلام، لا، شوف من شهر 3 يعني قبل نزول ماب تاك دير انتوتن بست سبع شهور تقريبا كانوا عم بيكتبوا تحديات الجونتلت للماب. وبعضهم قال انه شاف شيء على اللوح مكتوب في سيزن 2، بس مو كلهم، يعني عدد جدا كبير قال انه شاف اللوح اللي كاتبين فيه تحديات الجونتلت لتاك دير انتوتن، بس عدد اقل قال انه شاف كلمة سيزن 2. طيب، والشيء الثالث والاخير من التسريبات او الاشياء الشبه مؤكدة هو انه لو تشوفوا بالبلاك اوت، تقريبا بالبلاك اوت حاطين فيه كل المابات اللي بدنا اياها ريماستر. يعني مثلا ماب بيريد موجود كامل بالبلاك اوت مثل ما هو، فيعني مو صعب عليهم يشيلوا من البلاك اوت الديزاين، يضيفوا عليه شوية زومبي ويعني يعملوا ماب زومبي. غير هيك ماب ترانزيت في كتير اماكن من ماب ترانزيت موجودة بالبلاك اوت، سواق باس ترانزيت موجود بحد مابات الملتي بلاير. فيعني الشركة يعني لما تحط اشياء هي يكونوا مخططين يحملوها بعدين. يعني خليني اعطيكم مثال، ببلاك اوبس 3 شفنا اخر ماب زومبي اللي هو ماب ريفيليشن، ماب ريفيليشن شفنا فيه قسم من اورجنس، شفنا فيه قسم من شانغريلا، قسم من فوروكت، قسم من ناخد دير انتوتن وماب اوف ذا ديد. وبعدين بعد نزول ماب ريفيليشن فتره شفنا ريماستر لكل هالمابات ما عدا ماب اوف ذا ديد. فممكن هسه نفس الشيء انه يعني عم شوف بالبلاك اوت اماكن من بيريد، اماكن من ترانزيت وغيره، فممكن تصميم المابات هذا اصلا عندهم جاهز لمابات زومبي وبعدين ياخذونه من مابات الزومبي ويحطوه بالبلاك اوت. طيب، حاليا راح نتكلم عن القسم الثالث من التسريبات اللي هي غير مؤكدة وفيها كثير معلومات فنوعا ما شاكك فيها، بس خلنا نتكلم عنها. اول شيء كاتبين انه الحزمة الخامسة راح نشوف فيها سلاح ريغان مارك 4 ومارك 5، فيعني راح نشوف اسلحة ريغان جديدة. غير هيك عم بيحكوا انه ماب ترانزيت راح يشيلوا منه اي شيء كانوا يكرهوه اللاعبين، راح يشيلوا منه الضباب، راح يشيلوا العفاريت اللي بتجيك لما تمشي من محطة لمحطة، وبدل راوند الكلاب راح يجي راوند العفاريت هدول. فماب ترانزيت ما راح يكون ريماسترد، لا، راح يكون معدل عليه. ونفس الشيء ماب بيريد، ماب بيريد ما راح يكون مثل ما هو، لا، ماب بيريد راح يكون فيه اماكن جديدة نفس الاماكن اللي شفناها بالبلاك اوت. فبالبلاك اوت لما تروح منطقة بيريد في اماكن وفتحات جديدة وفوق الماب ممكن تشوف الاشياء كلها موجودة. وصراحة يا ريت هالكلام صح، لانه ماب بيريد حلو بس صغير، فلو يضيفوا عليه اشياء راح يكون خرافي. بعدين عم بيحكوا انه ليروي العملاق الموجود بماب بيريد راح يكون موجود مشان القصة، انه الحزمة الخامسة راح يكون لها علاقة بالقصة، فبالقصة راح يكون ميت. فراح نفتح الاشياء اللي مسكرة بدون ليروي عن طريق الداينامايت نفس اللي شفناه بماب تاك دير انتوتن، هي القنابل اللي نفتح فيها اماكن مسكرة. وكمان عم بيقولوا انه المابات اللي راح تكون موجودة هي موب اوف ذا ديد، بيريد، دايرايس، كول ذا ديد، فايف وترانزيت، كلهم ريماسترد ما عدا ترانزيت وبيريد راح يكونوا مغيرين فيهم شوي، بينما باقي المابات راح يكونوا مثل ما هم. وراح كمان انه في مابين لقصة الفوضى، فيعني في عنا تقريبا خلنا نقول خمس مابات لقصة الايثر ريماسترد ومابين لقصة الفوضى، ينهوا فيها قصة الفوضى ببلاك اوبس 4 او ممكن بهالمابين ينهوا القصة للابد. وبالتسريب كاتبين انه كل المابات رح يجي عليها طور الجونتلت وراح يرجعوا طور التورن والجريف مع الحزمة الخامسة، فيا ريت هالكلام صح، بالذات طور الجريف كان جدا خرافي. وبالاخير كاتبين انه رح يكون في سوبر ايستر ايج او لغز كبير بعد ما تحل الغاز المابات كلها. فلو الكلام صح انتهى الكلام، لو هالكلام صح رح يكون شيء خرافي، لاعبين الزومبي رح استمتعوا بشكل جدا كبير هالسنة. انه مابين لخصة الفوضى شيء حلو للناس اللي مهتمين بالقصة بدون يعرفوا نهايتها، بعدين مابات جديدة نحبها ومعدلين عليها نفس ترانزيت وبارد وسوبر ايستر ايج وتيرند وغريف وغونتلت لكل المابات، راح تكون سنة خرافية للزومبي اذا هالكلام صح. وغير هيك ريغان مارك 4 ومارك 5. وعلى سيرة الريغان، بماب كلاسيفايد شفنا بلوبرينت او مخطط لسلاح الريغان مارك 4 ومارك 5 وما شفناهم باللعبة، فممكن قزهم الحزمة الخامسة. طيب، متى ممكن
ممكن نشوف الحزمة الخامسة أو متى يمكن نشوف الإعلان. أغلب الناس عم يقولوا إنه ممكن نشوف الإعلان بتاريخ 115. هذا التاريخ 115 رسميا تسجل إنه يوم الزومبي سجلوه الشركة يلي هو 15/1 راح يكون تاريخ 115. وأظن إذا أنت قاعد تشوف هالفيديو فمية بالمية تعرف شو هالرقم أو شو الإليمنت 115. فتاريخ 115 هو الأسبوع القادم تقريبا أو بعد أسبوع ويومين. فنستنى ونشوف يا رب يكون هالكلام صح. واللي ما يدري كول أوف ديوتي مودر وورفير راح يجيها طور باتل رويال راح يكون مجاني للجميع. والتسريبات قاعدة تقول إنه ممكن ينزل بشهر 2 أو 3. فممكن الحزمة الخامسة تكون يا قبل يا بعد بشهر. ما راح يحطوا الشغلتين مع بعض. فيا أما بشهر 1 هلأ بنهاية نشوف الحزمة الخامسة أو بشهر 4 أو 5 بعد الباتل رويال تبع مودر وورفير. فأتمنى إنه حاليا بشهر 1 أو 2 ما بنستنى لشهر 5 السنة القادمة. فإيه الباتل رويال لمودر وورفير أغلب التسريبات عم تقول إنه راح ينزل بشهر 2 3. فالحزمة الخامسة يا أما قبل يا أما بعد. طيب وبآخر جزئية من الفيديو بتتكلم عن شغلة إنه هل الحزمة الخامسة راح تنزل ببلاك أوبس 4 أصلا. في كتير كلام طالع إنه ممكن تنزل ببلاك أوبس 5 أو ببلاك أوبس 3 حتى. فخليني اقول لكم هالكلام واعطيكم توقعي. الاسبوع الماضي حملت فيديو تكلمت فيه عن تسريبات كول اوف ديوتي بلاك اوبس 5 انه في شخص سرب كثير اشياء عن بلاك اوبس 5. وهذا الشخص نفسه قال انه الحزمه الخامسه اللي راح تكون زومبي راح تنزل على بلاك اوبس 3 ما راح تنزل على بلاك اوبس 4 لانه نظام البركات بهذيك المابات نفس بلاك اوبس 3. فيعني نظام البركات ببلاك اوبس 4 ما يدري غير كليا يعني هي تختار 4 بركات ولهم 4 اماكن. فصعب يغيروا نظام البركات بهالمابات ليوافق بلاك اوبس 4. فاي ممكن نشوفها ببلاك اوبس 3 بصراحة ما عندي اي مانع. يا ريت صراحة انه الكلام صح بس بكل صراحة اشوفها نوعا ما مستبعدة. وناس بيقولوا انه راح تكون ببلاك اوبس 5. المسرب The Gaming Revolution قاعد يقول انه الحزمة الخامسة كان المفترض انه تنزل ببلاك اوبس 4 والشركة كانوا مخططين انه تنزل ببلاك اوبس 4 بس عشان بلاك اوبس 5 ومضغوطين فيها فراح يأجلوها لبلاك اوبس 5. ممكن انه مثلا يخلوها انه بري اوردر انه كل الناس اللي راح يعملوا بري اوردر راح تجيهم الحزمة الخامسة مجانا ببلاك اوبس 5. فيعني تبدا بلاك اوبس 5 وعندك 5 مابات ريماستر هالشيء راح يضاعف البري اوردر اكيد لبلاك اوبس 5. وناس عم بيقولوا انه لا مخلينها مع السبيشال اديشن ببلاك اوبس 5 انه صح اللعبه ما هيكون فيها سيزون باس او شيء من الكلام. فبدهم الناس يشتروا النسخه الخاصه اكبر عدد ممكن. فاللي يشتري النسخه الخاصه اللي بتكون $100 راح تجيك 4 أو 5 مابات ريماستر اللي هي الحزمه الخامسه. فانه كان مفترض انه تنزل ببلاك اوبس 4 بس رموها او اجلوها على بلاك اوبس 5 مشان يزيدوا مبيعات ويخلوا عدد جدا كبير من الناس يشتروا اللعبة من أول يوم عشان هالمابات. فصراحة ما أدري يعني المسرب The Gaming Revolution قال ممكن هالشيء مو والله تسريب هو قاعد يتوقع كمان. فأنا بكل صراحة أتوقع أنه راح تكون ببلاك أوبس 4 ما راح تكون لا ببلاك أوبس 3 ولا ببلاك أوبس 5. شاركونا بالتعليقات شو تتوقعوا أنتو. والأسبوع القادم اليوتيوبر Glitching Queen اللي تسرب كتير أشياء عن الزومبي راح تعمل مقابلة مع الكيو تيستر الشخص اللي كان يجرب مابات وتم طرده من الشركة. عملت عليه فيديو من فترة راح تسوي مقابلة معه وراح تسوي مقابلة مع الشخص اللي سرب لجليتشن كوين جيم بلاي بلود اوف ذا ديد ببلاك اوبس 4 قبل 4 شهور من نزوله. راح تسوي مقابلة معهم وتسألهم عن الحزمة الخامسة. فلو في اي معلومات جديدة راح اسوي عنها فيديو راح اتكلم عنها بتويتر على طول. شيك الديسكريبشن اول لينك راح تلاقي لحسابي روح وعمل لي فولو عشان تعرف المعلومات اول باول قبل لا اعمل فيديو على اليوتيوب حتى. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك وشاركوا في القناة وشاركونا بالتعليقات أراكم عن هالكلام كله. وبس كلمكم شركيال شركة كيشكم ديهات تاني إن شاء الله. مع السلامة. من أشهر لابتوبات الجيمينج المنتشرة حاليا وأقواها Predator Helios 300 من Acer. مواصفات اللابتوب على السريع CPU i7-9750 16 GB رام. كرت الشاشة أو GPU هو Nvidia GTX 1660 Ti اللي يعتبر جدا قوي. شاشة اللابتوب تدعم 144 هرتز ديسبلاي و 3 ms Respond Time. فالألعاب الشوتر اللي بدها سرعة ما راح تحس بتأخير أبدا. فيه هارد ديسك عادي وهارد ديسك SSD سريع بسعة 256 جيجا بايت. اللابتوب من عن منطقة الكيبورد والماوس والشاشة ومن ورا كله مصنوع من الألمنيوم مو من البلاستيك. الشيء الوحيد المصنوع من البلاستيك هو القاعدة السفلية. ومداخل ومخارج اللابتوب هي الطبيعية اللي تجي مع أي لابتوب حاليا. 3 USB 3.1 USB-C HDMI كيبل الانترنت وفتحة للسماعة واشياء اكتر. والشيء اللي يميز هاللابتوب عن غيره انه فيه شيء اسمه البريديتور سنس اللي يخليك تتحكم بكل شيء بدك اياه على اللابتوب على راحتك. ابلكيشن البريديتور
سنس بيخليك تراقب النظام، تشوف اذا في شيء قاعد يحمى او لا، بيخليك تتحكم بالاوفر كلوك وتتحكم بأضوية الار جي بي باللابتوب على راحتك. واخر شيء اللابتوب فيه زر او ضغطة التوربو مود، هاي بدك تلعب لعبة قوية اضغطها اللابتوب راح يشغل مراوح باقوى شيء بشكل انه اللابتوب يضل بارد ما يحمى وانت قاعد تلعب، وبالتالي ما تواجه اي لاج. اللابتوب موجود بكل دول الخليج، بالامارات موجود بمحلات جنبو، لينك الشراء بالوصف، بالكويت بمحلات اكسايت، اللينك موجود بالوصف، وبالسعودية بمكتبة جرير، اللينك كمان موجود بالوصف.